راحت ذكرياتي تغيرت حياتي البيت اللي عشت فيه كل أوقاتي صار ذكرى وما بقي إلا حيطان هالحب اللي بحيطانه بده يرجع له أمانه هالبيت اللي عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه بالقلب رح يبقى مكانه شو صاير شايلي؟ انتي ليش متوترة ومعصبة؟ أبا وكاران لسه ما رجعوا على القصر وكمان عمي عمي ما بعرف لوين راح هلا اهدي شايلي أبا راحت على بيت أهلها بعد غياب طويل رح تاخد وقت هنيك شو؟ إذا حكيك كان مزبوط ليش ستي مبين عليها انه مرتاحه كتير اكيد في شي تاني انا ما عم صدق كيف ابا بتكسب قلوب الكل صار الكل بيحلف باسمه لا تاكلي هم مدام في مال براسات لقيت حل لكل هالشي انسي كيف كسبت قلوب الكل هون لانهم ما رح يقدروا يعيشوا بهالقصر شو الخطة العظيمة يلي عملتها؟ بس استني وشوفي منيح وهلأ ما عاد تسألي شي روحي واسألي ستي بطريقك وين أبا وإمتى رح تجي ماشي ستي ليش أبا وكاران لسه ما إجوا؟ عمي كمان رح يشوف أبوها تعرفي وينهم وإمتى رح يجوا على القصر؟ لا لا أنا عم أسألك لا أعرف إذا هنن بخير نحن بعد شوية بنتي رح نعرف كل شي لما بيرجعوا على القصر وبيخبرونا باللي صار بس أنتي شو صار لك فجأة؟ من إمتى صرتي بتهتمي بأفراد العيلة؟ احكي طيب ساوي لك شغلة عادي وساعديني بتنقاية الورد يلا بنتي بنتي انت بتعرفي أنا ليش عطيتك هذا الرز ونبتة الحبق وهالتراب وهالقماش لأنه هدول العناصر الأساسية بالحياة بتمنى بيتك يضل مليان دائما سعادة وراحة يا بنتي
بالتوفيق يا ولادي. عن إذنكم. سيد جاكوان، ليش ما فتت لجوا؟ هلأ فكرتك توضحت، وبما أنك قبلت آبك كني، لو سمحت قبال عائلتنا كمان. يلا خلونا نروح. أي سلام. براتاب، كان لازم تحكي مع عمّا لآبا، بما أنه هو سامحها. كنت صالحته وحكيته شي كلمة. اسمعي تشاندرا، بما أني بعرف أنه بنتي ما عملت أي غلط معه، معناها السيد جاكوان من الطبيعي يسامحها ويقبلها. بالحقيقة كان لازم جاكوان يعتذر اليوم منك ومني وحتى من كل العائلة. تصرفه اليوم كان سيء كتير ومانه منيح أبدا. تشاندرا اسمعي، أنا لسه ماني مصدق إنه أبا رح تاخد المكانة اللي بتستحقها وبتستاهلها بهداك القصر. يلا فوتي ارتاحي. ألو أهلين ابني سانسكار. أخير أجاف، أنا بدي حاكي، أعطيني يا بدي أحكي معه. تعالي عيدي. عمالك ابني سانسكار، قلي كيف حالك؟ أنا كتير منيح خالتي، طمنيني عن الجميع. كيف الأخبار عندك؟ منيحة كتير سانسكار، كل شي تمام. تعرف ابني شو صار اليوم؟ شو اللي صار خالتي؟ حكيلي. عم لأبا إجا لعنا اليوم، جاب آبا تزورنا، يعني قبل آبا كني أخيراً. إجت لعنا اليوم، إجت لعنا. شو رأيك يا سانسكار؟ خالتي هاي عن جد أخبار كتير حلوة. ليكي خالتي، إجتني مكالمة، منحكي بعدين. ايه سانسكار، قلي شو الأخبار؟ شو الأخبار؟ قاعد بديلهي وبدك مني قلك شو الأخبار بأوجين؟ ليش ما حضرتك خبرتيني شو اللي عم يصير عندكم؟ شو؟ انت عن شو عم تحكي؟ ما عم أفهم عليك، أي أخبار؟ عم أحكي عن اللقاء بين العم والكنة. كل هالشغلات عم تصير قدامك وانت مانك عم تقدر تساوي شي لتمنعيهم حتى؟ انت شو عم تقول؟ أنا عم أقول الحقيقة، هذا اللي صار. اليوم عمك المحترم السيد جاكوان براساد أخذ كنتو آبا على بيت أهلها لتشوفهن وتعتذر من أمها وأبوها، يعني قبلها. شو قلت؟ اليوم صار هذا الشيء وخلصنا. كيف رح تبعد كاران وآبا هلأ عن بعضهم؟ أنت شو عم تقول؟ عمي بنفسه أخذ آبا وكاران على بيت أهلها؟ بس عمك المحترم أخذ كنتو على بيت أهلها. شي بخجل، شي بخجل إنك ما تعرفي شو عم يصير بأوجين. شي بخجل.
ما بتعرفوا تعملوا ولا شيء، انت وزوجك بلا نفع. هلا بدي ساوي شغله ضروريه. يلعنك يلعنك يا ربي. ليك بيمار، شو؟ تعال هون. نعم استاذ. ليك المراسل جاي، اعطيها الظرف. بس ما عليه عنوان. هو بيعرفه. حاضر استاذ. لا تواخذيني ابا، انت المفروض تسامحيني والمفروض انك تزلي حالك قدام زوجك كرمال تصيري الي وبس. ببساطه انت الي. انت قصدك بابا بنفسه اخذ لهنيك؟ اي متاكده. شو بدنا نعمل هلا؟ ستي ابا ابا يا بنتي. ستي أنا من شوي شفت أمي وأبي. كيف؟ أنا شفت كل عائلتي. تعرفي ستي؟ عمي هو اللي أخذني لهنيك. عن جد؟ وهلأ صار مسموح شوف عائلتي بأي وقت بدي إياه. جاكو. أمي أبا عملت واجبك كني. لهيك أنا عملت واجبي كعملة إلى جاكو. كاران أبا يلا روحوا على غرفتكن وغيروا تيابكن. يلا روحوا. يلا ابني. يلا. جاكو فيمال انت ليش مبسوط هيك؟ لانهم راحوا يجهزوا حالهم للمناسبه بغرفتهم، بس للاسف ما راح يقدروا لانه خطتي راح تنجح حتما. شو القصة بنتي؟ بشو عم تفكري؟ ما عم تاكلي حتى؟ لا بابا ما عم فكر بأي شيء، لا تشغل بالك. بنتي شبك على مهلك. بابا أنا رايحة على المكتب لأنه رح أتأخر. هلأ مالي جوعانة، بطلب فطور بالمكتب إذا جعت. إيه؟ يلا باي. بنتي استني استني، بدي أقول لك شغلة. بنتي طلبي سانسكار على المكتب مشان تفطروا سوا، بعدين يمكن وقتها تحسي بالجوع. بابا طيب ماشي، انت مو معقول. انا بدي روح. باي بنتي. باي. انا بعرف انه سانسكار ممكن يكون شريك حياتك المثالي، وانا رح احكي معه. كاران شو أعمل؟ أبا أهم شي الملفات. ماشي. شو هذا اللي عم يصير؟
شو هالحالة هي؟ يا ربي دخيلك. أكيد هالشي ما صار لحاله. شايلي لازم توقف عند حدها. كاران، كاران، هلأ هنن عم يتحضروا للثانوية، وإذا عرف عمي أو ستي رح يتضايقوا كتير ويعصبوا. خليهم يعصبوا، طلعي التياب والملفات كلهم تعبوا مي. هلأ هذا بيتنا، شو رح نلبس؟ طيب خلص بترجعك كاران، بلا ما نغير تيابنا خلينا نضل بهدول. بس خلي هاليوم يخلص وبعدين منحكي. كاران لا تعصب وتتضايق، تعال هنن رح يبلشوا. يلا تفضل يا حكيم. بس لو سمحتي طلبي من الزوجين يقعدوا بالمكان المخصص إلهم. دقيقة بس. أبا وكاران بيعملوا الدعاء. بس بابا نحن أكبر منهم. أكبر؟ ليش أنت بحياتك حملت مسؤولية مثل الكبار؟ أنت ما بتتذكر شو في اليوم، هي الذكرى السنوية لوفاة أمك. شبكون؟ أبا كاران، أنتوا ليش لسه ما غيرتوا ثيابكم لهلا؟ يلا حكولي شو صاير؟ ستي ما قدرنا نغير ثيابنا ستي. خلاص أبا، بحب لكم إنه غرفتنا عم تغرق بالمي. ما في غرض من تيابنا إلا ونبل بالمي. فهموني كيف صار هالشي ومن وين إجت المي؟ وش اللي بيصدم كل هالقد يا أمي؟ منعرف مين اللي سوى هالشي بغرفتهم. خلونا نبلش بالدعاء. كاران روح هلأ على غرفتي والبس من ثيابي. كانيكا ورجي كل ثياب أمك لآبا، خليها تلبس منهم. ورجيها ياهم كلهم، خليها تنقي. استنوا شوي، اعتباراً من اليوم ما بترجعوا على المستودع. ترجعوا على الغرفة تبع كاران بالقصر. وصحيح من اليوم أنا رح حرركم تماماً من كل القيود. انت كنتي من اليوم وهذا حقك بهالقصر. اذا بدك اي شيء تاني قولي. Thank you.
شغلة وحدة أنا بتمناها منك. بدي دعواتك المليانة حب. الله يوفقك ويسعدك. شكرا. شكرا لك. الله يسعدكم. انتوا اتنين سوا. شكراً يا ابني. شكراً لك. أنا كنت ناطر اتصالك. لهيك أنا عم أدفع لك زيادة. واليوم بأي تمن ما بعرف. لازم توصل الرسالة لآبا بأي تمن. بس أستاذ ما وصلني الرسالة اليوم. كيف يعني ما استلمتها؟ كيف بيصير هذا الشيء؟ مو معقول! تعال عندي بسرعة! نعم استاذ. وين الرسالة اللي قلت لك وديها للمراسل وحضرتك نسيتها؟ المدام ثانية وكلتني بشغل تاني، لهيك أنا حطيتها بالاستقبال. غبي! في رسالة إلي تركوها هون من شوي. ما في ولا رسالة هون، أنا من شوي بعتت كل الرسائل والبريد للأنسة ثانية. استاذ، على الأغلب هي بتكون راحت معهم. حبيبتي أنا استنيتك كتير، بس ما عاد أقدر استنى أكتر، ما عاد أقدر أبعد عنك أكتر، ولا بقدر خلي مشاعري اتجاهك مكبوتة بقلبي. بالرغم من أنه صار في مسافة كبيرة بيناتنا، بس صدقيني كل ما بغمض عيوني بحس حالي صرت جنبك. أنت ممكن تكوني عم تفكري بكاران هلأ، بس أنا متأكد أنك صرتي تفهمي حبي الكبير والصادق إلك. بتمنى نكون سوا دائماً. المحب سانسكار.
يا جماعة نحن هيك منكون خلصنا. وهلأ بحب إلكن إنه كل شيء صار على أكمل وجه. سانسكار، قريت الرسالة. يعني أنت طلعت عم تفكر فيه؟ أنا انبسطت لأني عرفت بإني مهمة عند حدا طيب مثلك. شكراً. العمى نفدت، الحمد لله بعد هالغلطة الكبيرة نفدت. ما لازم اكتب اسمي بالرسائل بعد هيك، ولازم انتبه ما لازم حدا يكشف خطتي أبداً. تعرف كاران، اليوم بالدعاء والأول مرة حسيت إنه أمك كانت حضراني معنا بالقصر، كانت مبسوطة كتير. مشانك أنت ومشان أبا. بابا، أنا بعرف إنك مشتاق لأمي كتير، وأنا كمان اشتقت لها من قلبي. للأسف ما حدا قدر يعبي غياب أمي بابا، ولا أي حدا. بس أنا هلأ بدي أوعدك إنه من اليوم ورايح أنا وآبا رح نكون جنبك دائما بكل وقت. عمي، كاران عم يحكي صح. نحن ما منقدر نعبي مكانة لمرت عمي أبدا، بس نحن رح نمشي على تعاليمها وأصولها. بنتي، أنا دائماً بشوف صورة براتيبة فيكي. أنت بتحملي صفاتها كلها وأخلاقها. الله يحميكم.
أنا ما عم صدق يا أبا. أنت صرتي قريبة مني بهالغرفة أخيرة. حاسس كأنه حلم. أبا، أنا أكيد صار فيني أحضن مرتي اليوم. بحبك بجنون كاران. لحد هاليوم نحن كنا بعاد عن بعض بسبب الوعد اللي قطعته على نفسي، بس اليوم عمي عطاني مكان كبير بقلبه وقبل فيني كنة إله. من اليوم صار بيحق لك كل شيء. بدي هالليلة هي تكون واحدة من أحلى أيام حياتنا من لما خلقنا. دقيقة وبرجع لك. سامحيني يا أبا، سامحيني بترجاكي. شوفي قومي شايلي، شو بكي؟
عليكي بالعاطل ولأني تعاملت معك بهالطريقة السيئة. اهدي شوي حبيبتي شايلي، خلص لبقى تبكي لو سمحتي بكفي. لو إنه القصة عندك بس ما كنت بكيت. أنا بعرف إنه قلبك كبير وطيب وإنك رح تسامحيني، بس هذا سلفك ما رح يسامحني أبداً لحتى أنت تقنعي. ما رح يسامحني يا آبا، بترجاكي. لك هو ما عاد بده يعني. شايلي لسه ما رحتي؟ لا. لك شو ما سمعتيني يعني؟ نقلي لبرا يلا. لا في مال. لا ما حدا يوقفني بسبب تصرفاتها لهي. ما عاد أقدر حط عيوني بعيون أبي بعد اليوم. وستي صارت بتكرهني لدرجة فظيعة، ما عم أقدر واجه إخواتي وعيلتي بسببك. نقلعي لبرا، بسببك كرهوني لهيك رح أقلعك. يلا أبا كاران، اطلعي كاران. أبا كاران اطلعي أخوك. بيمال وقف، تعالي بعد عني. أنا رح أرميكي برا القصر وممنوع ترجعي. بكرهك من قلبي كاران. وقفوا لأخوك، بترجاك اتركني. كاران انت وحدة ما بتفهمي وما فيك عقل. انا ما عاد اتحملك بعد هلا. يلا بيمال لك خلص بقى، بدك تطلعي لبرا. بدي روح اتركني. رح سبتك برات هالقصر وما عاد في اي شيء يربطنا ببعضنا بعد اليوم. نلعي بيمال شايلي. قلت لك نلعي لبرا. اخي بكفي بقى، مرت اخي ندماني على اللي عملته واعتذرت منك. لا كاران انت ما بتعرفها لهي المرة ابدا. بعرف. ما بتعرف شو عملت فيكن. لو كان اخي، بس انك تقلع مرتك برات القصر هذا مو شي صح ابدا، ومرت اخي بتستاهل فرصة تانية لحتى تصلح اخطائها. صدقني مستحيل كاران، مستحيل تتغير شو ما عملت. اخي انت ما لازم تحكي على مرتك بهالطريقة قدام اي حدا، واذا هي هلأ عم تعتذر منك عطيها فرصة تانية وسامحها بقى يا اخي. سمعتي بابنك؟ عم يترجاني كاران، وأبا ضمتك هلأ مع أنك ما عم توفري فرصة لتأذيهم من يوم اللي تزوجوا. خليتي حياته نكد بنكد، وليكن هلأ عم يترجوني مشان ما قلعك برا القصر. يا عيب الشوم عليكي، أنا بخجل فيكي. أخي خلص تعال. أبا خليكي مع شاي، تعال يلا. شكرا كاران. بترجاكي تسامحيني. شايلي أنا آسفة. خلص بكفي بس حبيبتي. آسفة حاجتي بكي سلفتي. خلص بيمال، أنت سامحتني ما؟ بتشكرك كتير، بتشكرك كتير. واو مو معقول ما اسخفن هالاثنين. بتعرف شو، على اساس انا اجيت بدي اخذ الدواء وكانت الملاك ناطرتني تحت بكل براءة. بس جات حبيبتي، شو هالتمثيلية الحلوة؟ انا بظن بطفولتك شاركتي بعروض تمثيلية وطلعتي الاولى بجدارة. عرض ولا احلى. على فكرة وانت كمان بتمثل كتير منيح، وإذا الواحد عن جد بينوي المشهد بيصير بيطلع تلقائيا، والتمثيل بيطلع ظابط على الآخر. إيه نعم. وهلأ دق تليفون وطمني الحلو. أوه سيد سانسكار. ليكورن. ألو ألو سانسكار، اليوم بطريقتي الخاصة قدرت أوقف كاران وآبا من أنهم يتقربوا من بعضهم، بس لتعرف أنا ما بقدر أعمل هالشي بشكل يومي، فلازم تتصرف بنفسك بيكون أحسن للكل والأفضل تأسره.
وحياتك أنا ليل نهار عم فكر بخطة. ما تخافي، قريبا رح لاقي خطة منيحة بحيث ما يتقربوا من بعض ولا بأي شكل.